رياضية بامتياز ريما سواح معنا اليوم بآي ويتنس ومرافقة الإعلامية رانيا سواح. رح تتفاجئوا مشاهدينا أنه رانيا هي والدتها لريما سواح. صباح الخير رانيا. صباح الخير اشتقنا لك رانيا سويتي، وأنا كمان اشتقت لكم، وصباح الخير لكل المشاهدين. وين كاميرتي؟ أنا ضعت. صباح الخير. أكيد اشتقت لكل المشاهدين أنا كمان، وكمان صباح الخير للمخرج شربي، صار لي ساعة بقول له صباح الخير، أنا ما عم بيسمعني يمكن. ما سمعك وقال لك صباح النور. ريما أهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف انه ريما عم تعملي انجازات كبيره بالتاي بوكسينج، وحاليا عم بتحضري لمباراه كبيره، ويمكن هالمباراه بتايلاند رح تاهلك للالعاب الاولمبيه. خلينا نبلش بالبدايه، التاي بوكسينج كيف اخترتي وشو بيفرق عن الكيك بوكسينج؟ نحن بنعرف اكثر الكيك بوكسينج. اول شيء انا بلشت من وقت عمري صغير ككيك بوكسر، ضليت فيها لفترة طويلة. عمري صغير يعني قد كان؟ عمري 8 سنين أول ما بلشت. من بعدها نقلت على التاي بوكسينج اللي بتسمى كمان مواي تاي، وحبيتها أكثر لأنه فيها تحدي أكثر، تشالنج أكبر، وارتحتي وحسيتي انه هيدا الخط اللي بدك تتبعي. رانيا، يعني شو كان موقف فيك وتحديدا انه هيدا هالرياضه اجمالا معروفه للشباب اكثر؟ يعني رياضه، اذا بدك رياضه القتال هي رياضه اكثر للشباب من البنات. طيب. ببدايه الطريقه انا اعترضت بصراحه، انه بلشت مثل هابي وكانت بالمدرسه انه تاخذ التاي بوكسينج والكيك بوكسينج، وبالاضافه لهالشيء تعمل بيانو. يعني كنا نشجعها كمان على البيانو، ايه تناقض وتعمل البالين. انا كنت عم بوجهها صوب انه النعومه اكثر، بس بوجه تحيه لبيا يلي كان كثير يشجعها لانه كانت الهابي الاساسيه لبيا من هو صغير، فهيك نمتها ولقينا انه عن جد شي ستالنتد. وهلا رح تحكيكي كمان عن كل المباريات اللي حققتها بخلال هالسنوات كلها اللي قطعت فيها، والمباريات كانت مش بس يعني على صعيد لبنان والجامعات، كمان كانت على صعيد العالم. وهلا عن يعني بعد اسبوع كمان رح تشارك بمباراه عالميه بتايلند. انا ما بدي احكي كثير، هي مش اللي. اول مباراه عالميه ريما بتشاركي فيها، شاركتي بمباريات كثيره وربحتي كثير. اعطينا هيك اكبر مباريات شاركت فيهم، واول مباراه عالميه شاركت فيها شو كانت وكيف تاهلت؟ اوكي، اول شيء بلشت طبعا اول بطولات بلبنان، بطولات لبنان، وبعدين انتقلت لبطوله العالم بالمواي بوران بتايلند. نعم. وحزت على المرتبه المحل الثاني سكند بليس، وبعدين رجعت سافرت على ماليزيا، كان عندنا بطولة العالم بالمواي تاي منظمتها إيفما. ونحن رجعنا على لبنان ورجعنا على التمرينات القوية. وهلا التمرينات القوية، خلينا نتوقف ثانية هون. التمرينات القوية يعني قد ايه، كم ساعة بالنهار؟ اوكي، نحن هلا هيدي أول مرة نحن عادة بلدان برا بيتمرنوا بمنتخب، سوري، بمعسكر خارجي، بس نحن بلبنان لأنه تلاميذ جامعات وعندنا أشغال، فنحن عم نتمرن من مرتين لثلاث مرات بالنهار. يعني ما بشوفها بالنهار؟ بالنهار ثلاث مرات كل يوم بمعسكر داخلي، واكيد بالدعم من الجراند ماستر سامي قبلاوي، هو رئيس لجنه الاتحاد بلبنان وبالعالم العربي. هو يعني نحن لو ما هو ما كنا، هو الدعم الكبير، بوجه له تحيه كثير كبيره عن جد على هالجهود اللي عم بيقوم فيها، ودائما حريص انه على هاللعبه انه تضلها دائما هيك بالطليعه، ويكون انه نادي الشوغان الاقوى والمتابع كل النشاطات اللي بتصير بلبنان وبالعالم، ودائما المشارك الاول اسم الله عليه عم يحضرنا هلا. تحيه كبيره له ولكل الاشخاص بلبنان اللي بيدعموا الرياضه بشكل عام. رانيا، ما خفتي على دروسها؟ هلا اسم الله عليها انه قادره توفق بين الهوبي وبين درسها.
هلا بيصير في تعديل ببعض المطارح، اليوم هي عم تتحضر على هالمباراه، عم تعطي الوقت الاكبر للتدريبات، هون بيصير في هيك تنقص شوي من حضورها بالجامعه، بس تخلص المباراه رح ترجع اكيد تكمل وتكثف كثير منيح، ملحقه شيز تالنتد يعني بكل شيء. ريما ريما يعني ممكن توقفي سيمستر لحتى؟ لا ما بفكر وقف لانه I know I can manage so as long as I'm okay with it so مكملة. إيه، مين كان يسافر معي؟ عادة دادي كان يلاقيني لما أروح على تايلند، دادي يلاقيني هونيك، لأنه هو بالأول كان المشجع الأساسي من أنا وصغيرة، يعني هو لحطني بهالميج بهالسري الخط الرياضي هيدا مزبوط. نعم. سو ضل مكفى معي بالوقت اللي لما مام كانت معارضة، سو بعدين بس شفتني إنه لا أنا عن جد موهوبة وبحبها للعبة. إيه، حرام نوقفها. نعم. رح نشوف قد ايه موهوبة بفيديو صغير حضرتي لنا اياه ومنتابع حديثنا. شفنا التمرينات وشفنا الخبيط قد ايه بفشل خلق ريما. كثير يعني انا بحسه هيدا احسن دواء للستريس. ما هيك؟ معصبه متضايقه خلص بدي روح اضرب بدي فش خلقي، واهم شيء بدي فش خلقي بحدا، فش خلقي بوكسينج باج بالبادز بالتمرين. جايك الحديث. كان في شيء فشات خلق بالاشخاص؟ ايه يعني دائما هيك بقول لها بليز فحصي لي قوتي كيف منيحه لما لا فبنقعد بنعمل. ريما بدي تخبريني عن المباراة القادمة اللي هي ب 18 نوفمبر تشرين الثاني، كيف التحضيرات؟ شو هي المباراة بالتحديد وكيف ممكن تأهلك للألعاب الأولمبية؟ هي المباراة اسمها Asian Beach Games بتايلند بفوكيت، سو مدعومة من اللجنة الأولمبية. اللاعب أو اللاعبة اللي بتروح وبتجيب سيلفر أو جولد ميدل بتصير مأهلة لتفوت بالأولمبيك جيمز. نحن هلا اخترتنا اللجنة الأولمبية بنتين بكل لبنان من بين أهم النوادي بلبنان. كيف اخترتوا؟ على أي أساس؟ على أي معايير؟ اختاروا البنت القوية الموهوبة والعمر الصغير اللي ممكن تعطيهم نتيجة، يعني ما حيختاروا بنات أما شباب مش جديين بالتمرين. نعم. سو هيدي رايحين نحن على الألعاب الآسيوية وإن شاء الله منجيب نتائج، وإن شاء الله إذا بتجيبي أو فضية أو الذهبية إن شاء الله بتكوني مأهلة للألعاب. هلا في عمر معين، في وزن معين، وفي كفاءة ومهارات معينة، يعني على هيدا كمان الأساس هن بيختاروا الصبايا، لأنه هلا في أكيد يعني صبايا بروفيشنال بس يمكن العمر ما سمح لهم إنه يشاركوا بهالمباراة، أو عمر مع وزن، مع وزن كله مع بعضه البعض. مشان هيك يعني من كل النوادي الموجودة بلبنان كانت يعني ريما ومن نادي شوغان وكمان لأي عمر ممكن تابعي بها السبور؟ ما قال عمر. شو حلو. يعني نحن بتلاقي عنا لاعب صغير اللي هو بطل اسمه رمضان أونداش عمره 6 سنين، وبتلاقي كمان عنا دكتور من عمر يعني شو حلو. في اعمار متعدده كل الاجيال. ورانيا شو؟ انا ما خصني بهيدا النوع السبور، انا تابع لها اليوم مسؤوله عن الدايت. تمام. بدها تنزل 4 كيلو قبل ما تشارك بالمباراه. طبعا هون في دايت من قبل الدايتيشن. وكنت عم تحكيني ايضا عن باقي التحضيرات، يعني في تحضيرات قاسيه كثير قبل مباراه من هالنوع وتمرينات قاسيه كثير غير الدايت، شو في؟ مزبوط. بالنسبه لها يعني غير اللي يعني هن المفروض يكونوا بمثل
مخيمات حسب وقتهم. في كثير اللي مسافرين انه عندهم بدهم ينسقوا بين الجامعه وبين شغلهم وبين التدريبات، يعني هون الفيقه بكير كثير بكير الساعه 5 بيعملوا سبور بيمشوا على البحر بيركضوا لياقه بدنيه وبدنيه وبيرجع على الساعة 12 أو الظهرية عنا التمرين الثاني وعلى الساعة عشية عنا كمان التمرين الثالث. وعدا عن الأكل المحدود اللي ممكن تاخذيه فقط، يعني يعطيك ألف ألف عافية ريما، نحن فخورين فيك كثير ورح ننطر النتائج أيضا، وفخورين بكل رياضي عم بيوصل للعالمية، بنتمنى لك كل التوفيق ريما. رانيا بدك تقولي شيء؟ أنا بس بدي أقول يعني أنا كنت من بعيد شوف هيدا الموضوع، هن صرت مسافره كثير يعني مباراه، وانا كوني بالاعلام يعني كل التيم استضفته وضوينا على هذا الموضوع، يعني الاعلام اليوم بيضوي حسب قديش بهمه الموضوع، بينما الدوله ما كثير عطيه اهميه للسبور بلبنان، عن جد عندنا كثير مواهب، عندنا ابطال مش بس بالتاي بوكسينج، بمجالات ثانيه، رياضه ثانيه، ولكن الدوله اليوم ملهيه بكل شيء بيتعلق بالسياسي ومشاكل السياسيه اللي ما لها حل وما رح نوصل لنهايه، انما هالمواهب بعمر صغير اليوم اذا الدوله بتشجعهم تعمل لهم سبونسرينج ليوصلوا مطرح اعلى، نحن اليوم نحن بنمول كل سفره، يعني هيدا اللي كان بدي اوصل له بالحديث رانيا، الصعوبات يعني وشغل شخصي ما لها علاقه الدوله ابدا، فبوجه تحيه لكل الابطال وكل الاشخاص اللي بحبوا السبور وما عندهم مين يدعمون عم يشتغلوا هيك يعني دعم شخصي، يعني طبعا في بعض هيك يصير في سبونسرز من قبل الدولة ووزارة ريما عفوا وزارة الرياضة. وهيدي السفرة الوحيدة من اللجنة الأولمبية اللي ممولة لكل البطولة، يعني جود لك، ما فينا غير ما نتمنى لك الحظ والخير، ورح نتابع طبعا كل الأخبار. رانيا صباح انبسطنا فيك كثير، أهلا فيك ريما، جود لك لك. مشاهدينا رح ناخذ وقفة قصيرة ومن بعدها رح نشوف تطورات ميك أوفر.